الفنانة الراحلة ماري منيب اتولدت في بيروت وبدأت حياتها كراقصة في الملاهي، وبعدها انضمت لفرقة نجيب الريحاني وعاشت في حي شبرا مصر، واتجوزت لأول مرة من فنان كوميدي شهير بطريقة غريبة جدا داخل القطار، واتجوزت للمرة التانية من زوج شقيقتها المحامي عبد السلام فهمي وأنجبت منه 3 أبناء، وبعدها اتسببت حماتها في إسلامها سنة 1937 بسبب اللي كانت بتعمله كل يوم في شقتها. يا ترى مين هو الفنان الكوميدي زوج ماري منيب الأول اللي اتجوزته داخل القطار، وإزاي اتجوزت زوج شقيقتها، وإيه حكايتها مع حماتها، وإزاي أشهرت إسلامها؟ تعالوا معنا نعرف إيه الحكاية. أسلمت على يد حماتها ماري منيب الحماة الشريرة وأيقونة الضحك في السينما المصرية. كانت بداية ماري منيب الفنية كراقصة في الملاهي، ثم بدأت حياتها الفنية في ثلاثينيات القرن العشرين على المسرح. انضمت إلى فرقة الريحاني عام 1937، كما عملت ماري منيب في العديد من الفرق المسرحية منها فوز الجزيرلي، بشارة وكيم، علي الكسار، ونجيب الريحاني، وهذه الأخيرة تولت فيها مسؤولية إدارة الفرقة مع كل من بديع خيري وعادل خيري بعد وفاة نجيب الريحاني، كما كانت شريكة في الفرقة التي أسستها مع زوجها فوزي منيب. أما في السينما فقد بدأت العمل فيها منذ منتصف الثلاثينيات، ووصل عدد أفلامها إلى ما يقرب من 200 فيلم، منها الحموات الفتينات، حماتي ملاك، حماتي قنبلة ذرية، لعبة الست، أم رتيبة، لصوص لكن زرفاء. كانت الزيجة الأولى لها من داخل عربات أحد القطارات المتجهة إلى الشام لتبدأ عملها في إحدى الفرق الغنائية هناك، وخلال رحلتها اتعرفت على ممثل الكوميدي فوزي منيب، وتبادل الثنائي نظرات الإعجاب، ولم تمضي سوى دقائق قليلة حتى تزوجها داخل القطار، وكان عمرها وقتها 14 عام. وبعد أن علمت والدتها بهذا الأمر غضبت وعرضتها بشدة، واستمرت في رفضها لهذه الزيجة حتى أنها حاولت إجباره على تطليق ابنتها، لكنها لم تنجح في ذلك، وبذلك حملت ماري اسمه وظلت محتفظة به حتى بعد طلاقها وأنجبت منه ولدين. سافرت ماري وزوجها إلى لبنان بعد موافقة أمها وعمل معا هناك، وكان هي أموالا كثيرة، لكنه طلقها بعد أن تزوج عليها في السر من واحدة كانت تعمل معهم في نفس الفرقة تدعى نرجس شوقي. أما الزيجة الثانية كانت من المحامي عبد السلام فهمي زوج شقيقتها التي توفيت لتربي أولادها، وأنجبت منه ولدين وبنت، وعاشت ماري منيب وعاشت ماري مع أسرته المسلمة. تأثرت ماري بالطقوس الإسلامية وتلاوة القرآن الذي كان يتلى كل يوم في منزل حماتها، وكانت تشرح لها حماتها معاني السور، وحفظت بعض آيات القرآن، ثم أشهرت إسلامها في محكمة مصر الابتدائية عام 1937. إفيهات ماري منيب والجمل الحوارية لها في السينما والمسرح أصبحت مثل الأمثال الشعبية أو الأقوال المأثورة التي نتداولها في حياتنا ومع تعاملاتنا مع البعض، وفي السوشيال ميديا سنجد لها الكثير من الكوميكس، ومن أشهرها حماتك مدوباهم اتنين، بلانيلا انتي بتشتغلي ايه، طوبة على طوبة خلي العركة منصوبة، وغيرها من الإفيهات الشهيرة. الجدير بالذكر ان الفنانة الراحلة ماري منيب هي جدة الفنان الراحل عامر منيب رحمة الله ومغفرته على أشهر حما في السينما المصرية الراحلة ماري منيب. عزيزي المشاهد لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. ما أجمل ورقة تحياتي وتحية أسس الثقافة ومعلومة. تابعونا